اللاعبين لإرجاع يعني لنشوة الانتصار وإرجاع الانتصار للمنتخب الوطني؟ نعم، هو مما لا شك فيه أنه الناخب الوطني على علم بكل صغيرة وكبيرة تخص الفريق الوطني، لأنه أولا كان لاعب سابق في الفريق الوطني وجزائري 100%، أظن أنه يعني يتبع يعني وراح يستغل يعني الظروف اللي مرت بها الفريق الوطني ويحاول يصححها، لأنه ما راش يبدأ يعني من نقطة الصفر. هذه من جهة. من جهة أخرى تحدثت عن أمر مهم جدا، معظم اللاعبين يعني اللي كونوا الفريق الوطني هم جزائريين خريجي المدرسة الفرنسية مراكز التكوين، وشفنا المدرسة الفرنسية ماذا قدمت في مونديال 2018. المدرسة الفرنسية ومراكز التكوين الفرنسية من أحسن مراكز التكوين في العالم من ناحية إنتاج اللاعبين. اللاعب مبابي لاعب شاب، ده أحسن لاعب شاب يعني في كأس العالم، وأغنى أغنى لاعب في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاسمه من ناحية التحويلات. نعم، أظن أنه هذا خير دليل على أنه المدرسة الفرنسية يعني تعمل وتقدم لاعبين من مستوى رفيع، وهذا من شأنه أنه يساعد الناخب الوطني، لأنه خريج المدرسة الفرنسية لعب في البطولة الفرنسية، عنده علاقات يعني في الكرة الفرنسية، حتى من ناحية انتداب بعض اللاعبين في بعض المناصب. أظن أنه راح تساعده كثير. تكلم الأخ عبد الجليل على اللعب زفان، يعني اللي لعب مباراة وكل يعني الشعب وكل الصحافة أصبحوا يتحدثون عن الضعف تعالى الدفاع هذا اللعب. أنا حسب رأيي حتى المباراة يعني اللي انتقدوا فيها كان الأداء تاعه عادي جدا، ولعب يقدم مستويات راقية. اللعب بودبوس عاد بقوة، يعني كين عديد من اللاعبين، كين كل ظروف النجاح متوفرة. الآن العلاقة مع الصحافة، العلاقة مع المحيط، مع الجمهور، مع هي تلعب دور كبير. أظن يعني حسب رأيي المتواضع أظن أنه الناس رحبت بالفكرة. تقريبا أنا شفت شوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر بعض الصحف، يعني كأنه الناس قبلوا فكرة انتداب بالماضي، لأنه شاب حابين يعاونوه، وهذا هو المهم الآن على يعني المحيط القريب من الفريق الوطني مساعدة الناخب الوطني. الكفاءات العلمية تحدث عليها عبد الجليل وهي مهمة جدا. أظن لازم المهمة تاع الشيخ رابح سعدان كمدير فني وطني، والسيد بوعلام شارف الكف كمدير المنتخبات الوطنية لازم يقدموا يد المساعدة لهذا الشاب، وبهذو اثنين يعني إضافة إلى المحيط يعني رايح أظن أنه رايح يعود الفريق الوطني إلى سكة يعني الانتصارات، ويعود إلى العهد نتاعو اللي داروا منذ عدة سنوات. أظن أنه كل عوامل النجاح متوفرة في هذا الشاب الناخب الوطني، وأنا أتمنى يعني من كل قلبي أتمنى للسيد بالماضي كشاب طموح أتمنى له النجاح مع الفريق الوطني إن شاء الله. يعني المنتخب الوطني يعود إلى سابق عهده، لأن غيابه في كأس العالم بروسيا أرقنا كثيرا، ويعني وما على المجموعة إلا مساعدة هذا المدرب الشاب لتحقيق النتائج والعودة إلى المنافسات القارية والتأهل إلى كأس العالم، اللي هو يعني فرصة مواتية، خاصة أنها ستلعب بأرض عربية بقطر. وإن شاء الله تمنيتنا يعني نجاح الناخب الوطني والمنتخب الوطني، ومن هذا البوابة نعود إلى البطولة الوطنية وتحضيرات الفرق للبطولة الوطنية التي ستنطلق يوم 10 و11 أوت، وسنتطرق لتحضير الفرق الجزائرية لهذه المنافسة وتحضيراتها خاصة بالأراضي التونسية. سنتطرق اليوم إلى تحضيرات فريقي وفاق سطيف وأهلي برج بعراريج لمنافسة البطولة الوطنية وحظوظهما في يعني لعب الأدوار الأولى، خاصة يعني بعد يعني عودة فريق أهلي برج بعراريج رابطة المحترفة الأولى بعد غياب دام 5 سنوات. إن شاء الله راح نشوفوا ديربي الهضاب العليا اللي اشتقنا في الجولة 16. في الجولة